برضو كلها كانت في نص الملعب يعني الشوط الاول. بارك للاستاذ جمال. استاذ جمال مبروك، قول مبروك. مبروك يا استاذ جمال، قول مبروك. احنا فرحانين. مبروك لمصر، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للروح القتاليه العاليه اللي ظهرت بيها الاهلي. روح قتاليه اللي ربت وجدان الاهلاوي، الجيل الاهلاوي اللي هو جيل الانتصار ظهر النهارده. روح الف مبروك. معانا معانا مين؟ استاذ كامل زاهر، اهلا بيك. اهلا اهلا. الف الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك. يعني احنا مش عارفين توصف لنا سعادتك ولا نوصف لك سعادتنا ولا نعمل ايه؟ ايه رايك؟ نحط سعادتنا على بعض وننبسط. قول لي احساسك وقول لي مدى السعاده اللي احنا فيها كلنا كجماهير الاهلي، يعني دلوقتي كلنا جماهير بنتكلم باسم الجماهير. الحمد لله، ربنا وفقنا وكرمنا الحمد لله. طبعا التوفيق برضه بيجي، مش هيجي كده، بيجي طبعا من اجتهاد الفريق. في الحقيقه يعني الناس دي اجتهدت، سواء لعيبه او جهاز فني والجمهور. انا بقول ان الجمهور يعني يحسب له وجوده في التمرين وشحنه اللعيبه، وهو اللي رجع شريف اكرامي تاني لحاله التركيز بتاعته. فيعني بصراحه الناس دي تستاهل كل خير، يكفي انها بتسعد كل جماهير مصر مش جماهير الاهلي بس. يعني دي حاجة الواحد لا يمكن ان هو ينساها. يعني اكيد كل واحد مصري، كل واحد مصري النهارده مبسوط وفرحان. اكيد يعني حاجات قليلة اللي بتسعدنا. يعني فالحمد لله ان الاهلي من العناصر اللي هي بتسعد المصريين دايما. ده الاهلي سبب رئيسي، يعني الاهلي سبب. معايا الكابتن ربيع ياسين، الكابتن اسامة عرابي، الكابتن سمير كمونة بيسلموا عليه. اهلا بيكم، اهلا بيكم. يعني انا كابتن ربيع ياسين شخشخ كيبه. اهلا بيك، اهلا كامل زي الصحة. يعني مهما اقول لحضرتك، يعني لو عملنا مكافآت يعني ملايين للعيبه مش هنقدر نديها حقها. اكيد طبعا، ده الموضوع مش كله فلوس. يعني مثلا يعني ذاك من المكافاه، شوف يعني وجود مثلا المهندس محمود طاهر النهارده مع البعثة ده بيعضد الفريق وبيديله دفعه معنويه وبيحسسه ازاي ان الموضوع ده مهم بالنسبه للنادي ومجلس الاداره والجماهير. فهي مش الفلوس دي في الاخر، طبعا مهمه، لكن في الاخر مش هي الاساس. اكيد الاحساس نفسه، هنشوف انت احساسك بالفوز، هنشوف الفرق بين واحد احساس واحد بالفوز والتاني جنبه بالهزيمه، هنشوف الفرق قد ايه. احنا مش عايزين نقول لك يا استاذ كامل، احنا النهارده كنا بنجري يعني في الطرقات بتاعه القناه ازاي، مش عايزين نقول لك يعني كنا شايلين هم قد ايه قبل الماتش. ما تنسوش في المكافآت بقى معاهم. كابتن ربيع بيقول لك ما تنسوش في المكافآت معانا، ما احنا بنعمل مجهود وبندعي. احنا بنقول لك كده يا استاذ كامل، احنا بنقول لك كده ليه؟ عشان ما تنسناش في المكافآت. لا لا، ما احنا ما نتاخرش، النادي عارف يعني، كل لعيبه كل الناس عارفه، احنا ما نتاخرش طبعا. احنا اتفضل. احنا اكيد قلنا طبعا دور مهندس محمود ان هو سافر، يعني وكانت شجاعه يعني مطلقه منه ان هو يعمل كده، بالرغم ان احنا اتكلمنا بصراحه كتير ومش عايز اقعد اعيد في الكلام تاني، لكن بالرغم ان يعني كتير من المشككين كانوا بيشككوا ان النادي الاهلي ممكن يكسب، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقي واللي حاسين بالاهلي الحقيقي، اللي حاسين بالنبض الحقيقي بتاع الشارع الاهلاوي، وهم كانوا متاكدين كمان ان النادي الاهلي هيكسب في اي مكان. عشان كده قلت طول ما احنا عايشين يعني النادي الاهلي بيدي دروس لكل الملايين يا استاذ كامل. صحيح. عاوز اقول لك حاجه، يعني بص، يعني انت دلوقتي لو تلاحظ الكوره اختلفت عن زمان، ما بقاش فيه قوي حكايه ارضي وارضك. بالظبط. انت ما تلاقي مثلا برشلونه بتروح تلعب في ريال مدريد بتكسب ريال مدريد في قدرها، يبقى ماتش ايكوال، الاثنين بيلعبوا زي بعض. فانت الفرق الكبيره دي دلوقتي ما بقاش فيه الحته دي. انا الماتش الاولاني انا احساسي اول ما خلص قلت احنا هنكسب في الارض. ليه؟ لان انت النادي الاهلي اتحط في موقف لازم يكسب، والنادي الاهلي لما بيتحط في موقف لازم يكسب. بالظبط. تركيزه بيعلى جدا. انت غير الماتش، ان انت بقى بتبقى في ماتشات فيها حسابات، لا نقفل، لا نلعب ديفنس شويه، لا مش عارف ايه بتاع. انت رايح هدفك واضح وصريح، لازم تكسب. بالظبط. طبعا يعني الاهلي مبني على انه لازم يكسب يعني، فدي بالعكس جايه له على الاحساس الطبيعي بتاعه، اللعب الطبيعي بتاعه. طبعا توفيق ربنا ده فوق كل شيء، لكن انا بتكلم على الحسابات اللي هي بتاعت البني ادمين الزينه اللي هي بالورقه والقلم. اكيد يعني احلى ما قلت يا استاذ كامل، طبعا ببارك لك وببارك لكل جمهور الاهلي، احلى ما قلت ان الاهلي مصدر رئيسي للسعاده يعني في الوطن العربي كله. والله ده لقب دلوقتي مدينه لنا، وانا بعتز بيه اكتر من اي لقب، لا بطل افريقيا
بقول لك النادي الاهلي هو مصدر السعاده للمصريين يا رب. حاجه لا تقدر بمال يعني فعلا. انت بتتكلم في ايه يعني؟ يا رب دي معناها هذه النعمه. استاذ كامل زاهر امير صندوق النادي الاهلي يعني الف شكر ليك والف مبروك ليك. نحاول